هل القطط بتحب اللبن؟ في كرتون توم اند جيري اللي تربى عليه الأجيال والأجيال، دايماً القط توم بياخد معاه إزازة اللبن علشان يشربها، ودايماً الفار جيري بيستعمل 50 حيلة علشان يكسر له إزازة اللبن ويرخم عليه. عشان كده أغلب الناس اتربوا من صغرهم على قناعة إن القطط بتحب اللبن جداً، لكن هل دي حقيقة؟ للأسف لا، الموضوع غير ما أنت فاكر. القطط البيبي بس هي اللي بتحب اللبن، وبتحب لبن القطط مش لبن العلب. لكن مع تقدم القطط في السن بتفتقد قدرتها على تحمل أي نوع من اللبن، عشان كده أغلب القطط البالغة بتكون لاكتوس انتوليرنت، يعني ما عندهاش قدرة على هضم اللاكتوس الموجود في منتجات الألبان، ولو شربوا لبن مش بيكون مفيد ليهم، بالعكس بيكون مضر. الموضوع ده معروف لدرجة إن شركات أكل الحيوانات بقت بتبيع لبن خالي من اللاكتوس علشان يتناسب مع معدة القطة. إذن بعد كده بلاش توم يزعل من جيري لما يخسر له إزازة اللبن، لأنه في الحقيقة بيقدم له خدمة. هل الأكل بالليل بيتخن؟ من الأساطير الغذائية المنتشرة بين الناس فكرة إن الأكل بالليل بيتخن، وإنك لو كل يوم بتقف قدام التلاجة في نص الليل علشان تختار هتاكل إيه، فمصيرك المحتوم هو زيادة الوزن، بينما لو كنت ذكي ووقفت أكل بالليل فيبقى هتخس. في الحقيقة جسمك ما يعرفش ليل من نهار، ولو أكلت أطنان من الأكل بالنهار وانقطعت عن الأكل نهائياً بالليل هتتخن برضو، مع إنك هو مش بتاكل بالليل ولا حاجة. أمال إيه الموضوع؟ الموضوع غير ما أنت فاكر. أولاً مش كل الناس بتنام في نفس الميعاد، يعني وجبة الساعة 8 بالليل هتكون في وقت متأخر لشخص بينام الساعة 9، لكنها هتكون بدري جداً لشخص بينام الساعة 1. ثانياً الفكرة مش في وقت الوجبات، لكن في كمية السعرات. لو بتاكل وجبة واحدة في اليوم في نص الليل لكن فيها سعرات حرارية قليلة يبقى هتخس، مع احترامنا للأسطورة، خاصة لو بتاكل أكل صحي زي المكسرات والخضروات. خلاصة الكلام، تقدر تاكل بالليل لكن بمعدلات محسوبة، مش لازم تروح السرير وانت جعان علشان تخس يعني. هل لازم نشرب 8 كوبايات مية كل يوم؟ برضو من المعلومات الصحية المتكررة إنك لازم تشرب 8 كوبايات مية كل يوم، أو ما يعادل 2 لتر علشان تحافظ على صحتك، وإن أي كمية أقل من كده مش هتكون كفاية وممكن تضرك. طبعاً المية هي سائل الحياة وكلها مزايا وفوائد، لكن فكرة تحديد كمية ثابتة لازم تشربها كل يوم دي فكرة محتاجة إعادة نظر. أولاً لأن احتياجات كل إنسان بتختلف حسب سنه، وزنه، النشاط اللي بيمارسه كل يوم، درجة حرارة البيئة اللي عايش فيها وهكذا. يعني هل عداء ماراثون بيتمرن تحت الشمس في كينيا هيحتاج نفس كمية المية زي موظف مكتب في موسكو؟ أكيد هيبقى في فرق مهول. ثانياً، أنت ممكن ما تشربش 8 كوبايات مية لأنك بتاخد حصتك المائية من مصادر تانية زي الشاي، القهوة، والأكل نفسه. في أكلات المحتوى المائي بتاعها عالي زي البطيخ والبرتقان والخيار. العلم بيقول إن ناس كتير تقدر تعيش بشكل صحي بكمية مية أقل من 2 لتر في اليوم حسب ظروفهم والبيئة اللي عايشين فيها. وفي الآخر زي ما هنيدي بيقول في الكوميك، الإنسان بيحتاج 1000 جنيه في اليوم، 8 كوبايات مية دول تبقى تسقي بيهم الزرع. هل في فرق بين البروتين الحيواني والبروتين النباتي؟ أغلب الأمهات بيخافوا من كلمة الدايت النباتي موت، وبيعتبروا إن الإنسان النباتي ده شخص هفتان مسكين مش بيقدر يقف على حيله وعنده أنيميا 11 شهر في السنة. لكن هل ده حقيقي؟ هل في فرق فعلاً بين البروتين الحيواني والبروتين النباتي؟ طبعاً البروتينات مكون مهم جداً علشان جسمنا يشتغل بشكل صحيح، لكن مش صعب تحصل على الكميات اللي انت محتاجها من البروتين عن طريق نظام غذائي قائم على النباتات. الناس اللي عايزة تلبي احتياجاتها من البروتين من غير ما تاكل لحوم أو منتجات ألبان ممكن يعملوا كده بأكل مجموعة متنوعة من الخضار والفواكه والحبوب والبقوليات. يعني مثلاً من أفضل مصادر البروتين النباتي اللي ما يقلش في حاجة عن البروتين الحيواني البقوليات زي الفاصوليا والحمص والعدس ومنتجات فول الصويا وحبوب الكينوا، كل دي مصادر ممتازة للبروتين النباتي. مش بس كده، هتقول إيه لو عرفت إن البروتين النباتي فيه ميزة مش موجودة حتى في البروتين الحيواني نفسه؟ الأطعمة اللي قايمة على الحيوانات بتحتوي على كميات كبيرة من الدهون المشبعة والكوليسترول، ودي مواد مضرة بتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، بينما البروتين النباتي بريء من التهمة دي. إذن الإنسان النباتي سواء فيجن أو فيجيتيريان يقدر يوفر لنفسه كمية كافية من البروتين علشان يعيش في صحة جيدة،